عبد العزيز موسى ومحمود السيد عبد العزيز موسى وهدف تاني هدف تاني عبد العزيز موسى في الدقيقة التالتة من الوقت المحتسب بدل ضاعه وكده يعني نقفل بقى يعني ونلم اوراقنا وخلاص يعني فاضل دقيقة وادي سجدة شكر من علاء عبد العال ثلاث نقاط مهمين جدا جدا لعلاء عبد العال بيرفع رصيده ل 12 نقطة يتصدر بها قمة الدوري الممتاز يتقدم كده على نادي الزمالك طبعا باقي دقيقة يعني صعب جدا الاتحاد السكندري انه يجيب جول او يتعادل يعني بلغه الكره هدف كده خلص الجيم وخلص المباراه بيقتل معنويات الاتحاد السكندري عبد العزيز موسى بيحرز هدف تاني لمصلحه الداخليه ويتقدم الداخليه بهدفين لا شيء للاتحاد السكندري